لتسليط الضوء أكثر على أزمة تشكيل الحكومة في لبنان ودور ميليشيا حزب الله في ذلك، في ظل عقوبات أمريكية جديدة على بعض المسؤولين القريبين من الحزب. ينضم إلينا علي شندب، كاتب وصحفي لبناني عبر الهاتف من طرابلس. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم. مرحبا أستاذ علي. يعني مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف أعلن التريث في تشكيل الفريق الحكومي الجديد لإدارة الوضع اليوم، ما دور ميليشيا حزب الله في تأخير تشكيل حكومة أديب رغم تعهده بإتمام تشكيلها في أسرع وقت؟ بدون شك حزب الله، نحن كما سبق وأسلفنا في مداخلات سابقة، نعم، هو الحاكم الفعلي للبنان. نعم، هو الحاكم المسيطر على النسق السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان، وبالتالي لا يمكن لمصطفى أديب أو لمطلق رئيس حكومة ضمن موازين القوى الحالية أن يشكل حكومة دون الوقوف على رأي حزب الله في هذه الحكومة، ليس فقط من وزراء الشيعة وإنما أيضا نعم. له هدية ثمينة عبر الانفتاح عليه في ظل تصنيفه إرهابية من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية وأيضا العربية، لكن حزب الله حساباته مختلفة، وهي الحسابات المنطلقة من إيران التي هي من تقرر في أي لحظة يتم الانفتاح أو حل هذه العقدة أو عدم حلها. يبدو أن القيادة الإيرانية المتحكمة في الواقع العربي في المشرق العربي يبدو أنها تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية حتى تقرر شكل المنطقة الجديدة. طيب، من جانب يعني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وجه انتقادا لاذعا لكل من حزب الله وحركة أمل لتصميمهم على اختيار وزير المالية، ألا يضرب ذلك المبادرة الفرنسية ويعود بالبلاد إلى المربع الأول؟ بدون شك الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله من خلال العمل على محاولة تطويب حصرية وزارة المالية بالشيعة دون غيرهم، إنما يهدفون من وراء ذلك إلى الحصول على توقيع دستوري على كافة القرارات والمراسيم الحكومية. جنابك تعلم لأن أي قرار حكومي أو مرسوم في مجلس الوزراء ينبغي أن يلحظ توقيع وزير المال إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، وبالتالي تمسك الثنائي الشيعي وخصوصا حزب الله بوزارة المال هو كي يكون شريكا قويا في القرارات السيادية الكبرى منها والصغرى. وعلى هذا الأساس لا قيمة لكل ما يقوله بعض الساسة في لبنان ومنهم جعجع القيمة لما يفعله ويقرره حزب الله. حزب الله يقرر ويفعل والآخرين عليهم الكلام ضمن حرية التعبير عن الرأي. وأعود وأقول لك ضمن نسق وتوازن القوى الموجود الآن في البلد، سواء من الناحية الدستورية البرلمانية لأن تحالف حزب الله هو التحالف الأكبر في البرلمان، وبالتالي هناك استحالة إنتاج مطلق حكومة إذا لم يوافق عليها تحالف حزب الله. النائب عن حزب الله إيهاب حمادة أكد أن الحزب يرفض رفضا قاطعا أن يرشح أحد غير الحزب ممثلي في هذه الحكومة. هذه المحاصصة هل فعلا كما وردت الأنباء قبل ساعة استطاع سفير نظام فرنسا لدى لبنان من حل شفرتها أم لا؟ أعتقد بأن التنازل فرنسا لحزب الله سيمسح وجه فرنسا في الحضيض. ولماذا؟ لأن ماكرون مبادرته تقوم على حكومة مستقلة عن القوى السياسية. سبب قيام مبادرة ماكرون أن الشعب اللبناني فقد ثقته في القوى السياسية والحكم معا، وبالتالي الحل بحكومة طرد الشارع
ايضا تكون خارجه من تاثير القوى السياسيه ثانيا. لكن جهود ماكرون الذي وضع كل راس ماله السياسي على الطاوله اللبنانيه يبدو انه في مهد الريح، سواء فيما لو تنازل وقبل باسناد حقيبه الشيعه الى حقيبه الماليه الى الشيعه، وبالتالي هو يكون انكسر انكسارا كبيرا، او وفيما لو لم يتنازل ايضا هناك لا حكومه وايضا يكون انكسر. الطرف الاكثر من محرج في هذه العمليه هو الطرف الفرنسي الذي يبدو انه وقع بين حجر الرحى الايراني الامريكي. نعم علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك.